سي حسن المازي مرحبا. اهلا وسهلا سي مصطفى. سي حسن المازي قيدوم مستشارين جماعيين وخريب منذ سنة راك مجربة منذ سنة 1996، ايضا مدير مهرجان السيما الافريقي من اعرق المهرجانات دوليا، ثالثا فاعل جمعوي. الان انتم وكيل لائحة الكتاب حزب التقدم والاشتراكية، اكيد ان لكم برنامج، ان لكم حلول لعدة معضلات، مشاريع موقوفة التنفيذ، سوق اسبوعي وغيره من المشاريع، والان مدينة خريبكة تريد الحلول لا الكلام لا الخطابات. ما رأيكم وما تعليقكم؟ شكرا سي مصطفى الزواوي على هذه الاستضافة. احنا في اليوم الاخير من الحملة الانتخابية اللي بعد ما دامت 15 يوم للاستحقاقات الجماعية ديال 4 شتنبر 2015. كيف ما كتعرفوا في خطاب ديال سيدنا الله ينصرو نادى على اساس بان المستقبل ديال البلاد هو على عاتق جميع المغاربة، لانه كما قال الله ينصرو بان المستقبل ديال البلاد كيتكون من ثلاث حروف وهي صوت صاد وتاء. اذا جميع المواطنين والمواطنات والناخبين والناخبات على اساس خصهم يكونوا في اتم استعداد باش يحلوا، تكون واحد المشاركه مكثفه على اساس باش تكون واحد النخبه اللي من الناس اللي كتجلى فيهم روح المواطنه واللي كيخافوا الله على اساس اللي تسيروا الشان المحلي، لان الشان المحلي ما يمكنلوش يتكون مجالس تكون من المفسدين على اساس كيف ما كتشوفوا الراي العام كله كيتكلم على شراء الدمام بهذا واحد الشكل اللي هو خطير وجميع كيتفرج. اذا كما كتشوفوا احنا هذا العام قدمنا الاستحقاقات الجماعيه باسم التقدم والاشتراكيه اللي هو حزب عريق اللي الرمز ديالو هو الكتاب. من هذا الباب كما جيت راجع لنسالكم ما هو المشروع ولا البرنامج ديال الحزب. كما الجميع كيعرف كاين هو كان برنامج وطني وبرنامج محلي. برنامج محلي كيتجلى في, 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 في توسيع منطقه صناعيه من الحجم الكبير كيف ما كاين في عده مدن مغربيه على اساس خلق فرص الشغل للشباب الخريبكي، لان كتعرفوا الشباب الخريبكي حاصل على 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 كاين مجموعه ديال الشباب حاصلين على دبلومات ولكن الشغل ما كاينش. اذا ضروري التفكير كتشوفوا المنطقه الصناعيه الحاليه، ما هي المنطقه الصناعيه كتكون الا من 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 من, من بعض 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 المقاولات اللي هي الصغيره اللي ما كتوفرش على فرص الشغل اللي هي تغطي لنا الخصائص اللي كاين في المدينه. المكتب الشريف فوسفات لابد من عده شراكات اللي على اساس وكنحاولوا كنفكروا على اساس يكون واحد 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 الشراكه مفتحه على اساس لتوفير الشغل لابناء المدينه. الجميع كيعرف المكتب الشريف فوسفات في الاونه الاخيره اصبح شركه مواطنه بكل ما لها من معنى. التفكير على اساس في اطار قبل ما الجميع كينتظر خروج تصميم تهيئة لحزب الوجود، هذا المشكل ديال تصميم تهيئة اللي خاص الجميع يوقف عليه باش ما نكونش نخرجوا من خريبكة مدينة اسمنتية. كتشوفوا السي مصطفى جميع الزيئات كتشوفهم غير الاسمنت، ما بقاوش فيهم لا 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 متنفسات للساكنة، كتصير غير الامارات.